السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في قناة عالم الطبخ. لكن تحوسوا على ماكلة تكون سهلة وفي نفس الوقت بنينة. حبيت نقولكم راكم في الفيديو الصحيح. جبت لكم اليوم فلفل محشي باللحم المفروم بنين بزاف. ما تنساوش ديروا أبوني وجام وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم. ودرك نبدأ في الوصفة على بركة الله. هنا حنبدا في الوصفه تاعي. جبت الفلفل الحلو كيما راكم تشوفوا، نحيت له هذاك اللي من الفوق ونحيت له الزريعه تاعو اللي من الداخل كيما هكا. انا حنزيد الدار الثانيه. الوصفه هذه سهله ما فيها والو، تقدروا ديروها ليه ليه. نتمنى تكون الوصفات اللي قاعده نقدمها لكم قاعدين تستفادوا منها. قولوا لي في التعليقات لكان عجبتكم هذه الوصفه وشجعوني بالجام باه نتشجع نصور لكم وصفات جديده. ومن بعد شللته ومن بعد حطيت الملح. هنا حنطيب الروس تاعي. حطيت الماء وخليته يغلي. بعد ما غلى حطيت له الملح وحطيت له الروس ودرك نخليه يطيب. هنا حنوجد الحشوه. حطيت لحم مرحي، خبز مرحي، عظمه، ملح، فلفل كحل، حبه ثوم، بصله، وحطيت روز اللي حطيته مع قبيله يطيب. ومن بعد نخلطهم مع بعضهم كيما هكا بالشكل هذا. خلطهم مليح باش يتخلطوا مليح المكونات مع بعضهم. هنا قاعده نحشي في الفلفل الحلو كيما راكم تشوفوا. انا هذا الفلفل حشيته باللحم مرحي. من ثم لكان حابين تحشيوه بسكالوب حشيوه نورمال. وانا ثاني استعملت في الحشوه استعملت الروز. من ثم لكان ما تشتيوش الروز ما تستعملوش. هنا بعد ما حشيته كامل درك نروح نقليه في المقله. هنا حطيت الزيت خليته يغلي ومن بعد حطيت الفلفل ونقص عليه ومن بعد نولي نحرك فيه كل شويه نقلبو باه ما يتحرق ليش. شوفوا هنا راهو طاب كيما راكم تشوفوا. من بعد درك نحيه. هنا بعد ما الفلفل طاب درك نخليه يبرد ومن بعد نولي ننقيه. هنا حنبدا نوجد لاصوص. حطيت الزيت، حطيت بصله، وحطيت زوج صوص ثوم صغار. ومن بعد نحركهم كيما هكا. نبقى نحرك حتى البصله يتذبل ويتبدل اللون تاعها. بعد ما البصله ذبلت حطيت لها طماطم مرحيه. من بعد نحركهم مع بعضهم. ومن بعد حطيت شويه طماطم مصبره ونحركهم مع بعضهم. نحركهم مليح بيتخلطوا مليح مع بعضهم. ومن بعد حطيت التوابل، ملح، فلفل كحل، حمار. ومن بعد نحركهم مع بعضهم. ومن بعد حطيت كاس ماء وحركتهم مع بعضهم ودرك نخليها تطيب براحتها. هنا بعد ما برد كيما قلت لكم خليته برد شويه ودرك نولي نقي فيه كيما هكا بالعقل به ما يبزك لكمش. نبقاها بشويه نقي فيه كيما هكا حتى نكمل كميه بكل. هنا حطيت لاصوص تاع الطماطم اللي خدمتها معاكم. ومن بعد درك نحط فوقها الفلفل بعد ما نقيته. ومن بعد حطيت الفلفل كيما راكم تشوفوا. ومن بعد حطيت فوق الباقي تاع لاصوص اللي خليته كيما هكا. ومن بعد نحط دركا فوقو الجبن المبشور. ودرك هاني حطيت كيما قلت لكم الجبن المبشور ودرك نحطها في الكوشه طيب. هنا بعد ما طاب هذا هو الشكل النهائي. وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى تكون هذه الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها. لكن عجبتكم واستفدتوا منها ما تنساوش ديروا أبوني وجام وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم. ودمتم في رعاية الله. أبقوا على خير.